السلام عليكم. الاحتجاجات في إقليم الأحواز العربي جاءت على خلفية محاولات النظام في طهران نقل ماء الأحواز، ما يؤثر بحسب متخصصين على قطاعي الزراعة والشرب في وقت تنفي فيه طهران حدوث أي ضرر. أما السبب الحقيقي والجوهري من هذا الإجراء هو تهجير أهالي الأحواز العربية، ما سيلقي بظلاله على البنية السكانية للمنطقة، الأمر الذي يسبب تغييراً ديموغرافياً في تلك المناطق من أجل الحصول على الولاء المطلق فيما يخص الجبهة الداخلية بحسب المعارضة الإيرانية. نظام الملالي من جانبه يسعى إلى إثارة النعرات القومية والعنصرية في خوزستان، قابله المحتجون بشعارات الموت لخامنئي ويسقط النظام في محطة مترو صدقية في قلب طهران تضامناً مع احتجاجات الأحواز. الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد أيد الاحتجاجات الشعبية المتواصلة قائلاً إنه لسوء الحظ أصبحت الظروف المعيشية في المحافظة صعبة للغاية، وطالب المسؤولين في النظام الإيراني بضرورة المبادرة بالتحرك لتحقيق مطالب المحتجين المشروعة. شاطره الرأي الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي حيث قال إنه لا يحق لأي جهاز سياسي أو عسكري أو أمني استخدام العنف والسلاح ضد المحتجين بحجة مكافحة الشغب. وتبقى الأسئلة التي سنطرحها هنا بحاجة إلى إجابات: لماذا يسعى نظام الملالي تهجير أهالي الأحواز العربية؟ من هي الجهة التي ستحل محلهم؟ هل تريد إيران تغييراً ديموغرافياً في تلك المناطق من أجل الحصول على الولاء المطلق؟ ما هي دلالات ترديد المحتجين شعار الموت لخامنئي في قلب طهران؟ وما تفسير الصمت المطبق من قبل المسؤولين الإيرانيين على مجريات الأحداث في الأحواز؟ ولماذا استخدمت الشرطة والحرس الثوري الإيراني الرصاص الحي ضد المتظاهرين؟ وكيف نفسر تصريح نجاد بضرورة التحرك لتحقيق مطالب المحتجين على الوضع السياسي في إيران وموقف التيار الإصلاحي حيال الأحداث هناك؟ ولكن يبقى السؤال الأبرز والأهم: هل أن الاحتجاجات ستسقط نظام الملالي بعد 42 عاماً جثم فيه على صدر الشعب الإيراني؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيفي في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع، والذي يحمل عنوان عرب الأحواز ينتفضون ضد التعطيش الممنهج. سيكون معنا عبر سكايب من كندا رئيس المؤسسة الأحوازية للثقافة والإعلام الدكتور صباح الموسوي. دكتور صباح، مرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا. وأيضا عبر سكايب من لندن الأكاديمي والباحث في شؤون الشرق الأوسط الدكتور جعفر الهاشمي. دكتور جعفر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، وقبل بدء الحوار والمناقشة ندعوكم لمتابعة هذا التقرير. سياسة تجفيف الأنهار والتهجير القسري ضد العرب الذين يشكلون الغالبية العظمى في الأحواز فضحت نظام الملالي في طهران وأظهرت نهجه الطائفي العنصري بشكل واضح، الأمر الذي أجج التظاهرات التي عمت العديد من مدن الإقليم، وكما هو شأن طهران في قمع كل صوت يطالب بحقه. فقد واجهت قوات الأمن والحرس الثوري تلك التظاهرات باستخدام القوة المفرطة، حيث أمر خامنئي بإطلاق النار على المتظاهرين في الأحواز بدلاً من تلبية مطالبهم وتوفير المياه لهم بحسب المعارضة الإيرانية. الوضع الاقتصادي السيء في إيران وارتفاع معدلات البطالة والقمع باسم الدين وإخضاع الشعب لولاية الفقيه وسع من دائرة التظاهرات لتضم محافظات إيرانية أخرى منها العاصمة طهران التي ردد المتظاهرون فيها هتافات الموت لخامنئي. معلنين تضامنهم مع متظاهري الأحواز ضد سياسات نظام طهران الطائفية. أذرع إيران في الخارج التي تنتهج ذات السلوك والطريقة في القمع والقتل والتغيير الديموغرافي أرسلت تعزيزات من ميليشيات حزب الله اللبناني وميليشيات الحشد الموالية لنظام طهران في العراق لمساندة القوات الإيرانية في قمع انتفاضة الشعب الأحوازي. مجلس عشائر العراق العربية في جنوبي العراق أعلن تأييده لانتفاضة 15 من تموز التي انطلقت في جميع مدن الأحواز في إيران رفضاً للقمع والانتهاكات التي ارتكبها النظام الإيراني ضد الشعب العربي في الأحواز،
وقال المجلس إنه يدين قيام النظام الإيراني بتجفيف مصادر المياه في الأحواز وتحويل مجاري الأنهار فيها إلى الهضبة الفارسية. كما حمل المجلس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المسؤولية الكاملة لصمتهم وعدم وضوح موقفهم من حملات الاعتقالات والإعدامات والقتل الجماعي التي ترتكبها السلطات الإيرانية بحق سكان الأحواز. المحافظات الإيرانية التي تحتج بين فترة وأخرى على نظام الملالي الذي يغامر هنا وهناك تاركاً شعبه يعاني من الانهيار الاقتصادي والفقر ويتمدد على حساب دول الجوار في ظل انتفاضة شعبية تطالب بالاستقلال في الأحواز، فقد تستثمر تلك المحافظات الوضع لصالحها في التعجيل من بداية النهاية لحكم ولاية الفقيه. إذن مشاهدينا الكرام، لمن فاتته المقدمة، نناقش هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب عرب الأحواز ينتفضون ضد التعطيش الممنهج. أبدأ معكم دكتور صباح وأجدد الترحاب بكم، ولكن لنبدأ من بيان اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الذي أصدرته قبل عدة ساعات بشأن انتفاضة الشعب الأحوازي ضد الاحتلال الإيراني. اللجنة دعت في بيانها القوى العربية والإسلامية وأحرار العالم لنصرة انتفاضة الأحواز العربي. بداية، كيف تقيمون هذا البيان ومدى تأثيره على انتفاضة الأحواز؟ أهلا وسهلا بك وللمشاهدين الكرام. هذا البيان ليس بغريب على القوى الوطنية الشريفة في العراق. القوى الوطنية العراقية سباقة في المواقف المؤيدة والمناصرة للقضية الأحوازية، وهذا البيان نعده محرك لباقي القوى في الوطن العربي وفي الأمة الإسلامية لتحذو وحذو هذا الموقف. لا. الذي دكتور، الصوت انقطع من جنابكم، ودعوني أنتقل إلى الدكتور جعفر الهاشمي. أجدد الترحيب بكم دكتور جعفر لحين إصلاح الخلل مع الدكتور صباح. دكتور جعفر، مرحبا بكم. مرحبا بكم. دكتور، الاحتجاجات جاءت على خلفية محاولات النظام في طهران نقل ماء الأحواز، هذا بطبيعة الحال وكما تعرفون يؤثر على قطاعي الزراعة والشرب، لكن طهران تنفي حدوث أي ضرر لهذين القطاعين، كيف تردون على ذلك دكتور؟ يعني تحية طيبة لك وأحييك وأحيي ضيفك الكريم والمشاهدين الأعزاء أينما حلوا. أهلا بك دكتور. الحقيقة هي ليست قضية مياه أو حتى تجريف أنهار بقدر ما أن هناك مجموعة من تراكمات نتيجة تمييز عنصري تمارسه الدولة الإيرانية على الشعب العربي الأحوازي في هذه المنطقة منذ بدايات القرن الماضي. يعني حتى في عهد البهلوي كانت هذه الممارسات ملموسة وواضحة وشملت كل الصعد، من أبرزها وأهمها تغيير الهوية، الوضع الديموغرافي الاجتماعي، تغيير أسماء المدن، أسماء الإقليم. نحن نعرف في 1936 تقريبا رضا بهلوي هو الذي أوعز في تغيير اسم عربستان إلى خوزستان، وكل هذه المدن المعروفة بالمحمرة أسماءها خرمشهر وعبادان آبادان والخفاجية وكل وحتى صدر قرارا رسميا لا يتيح فرصة للأسر العربية أن تسمي أبنائها بأسماء عربية غير الأسماء المعهودة في المذهب الشيعي الاثنى عشري المعتمد كان آنذاك من قبل السلطات الإيرانية. وهذه فقط يعني نبذة يسيرة من بقية الممارسات العنصرية، والتي أيضا منها استلاب الأراضي من المزارعين وحتى بدايات مشاريع لتجريف الأنهار ونقلها إلى العمق الإيراني. نعم. كان العرب الأحوازيون ينتظرون أنه من بعد مجيء الثورة الإسلامية وعلى مبدأ الأخوة الإسلامية يختلف الوضع، ولكنما للأسف طيلة الأربعة عقود الماضية
السياسات التعسفية السابقة بقت في مكانها وأضيف عليها سياسات جديدة أكثر ضراوة وحقيقة أشرس مما كان عليه، مما جعلت هذا المجتمع وهذا الحشد السكاني الذي يعيش على أغنى بقعة من الأرض في الشرق الأوسط. نحن نعرف أن ما يقارب 86% من موارد البترول والغاز وأكثر من 40% من موارد المياه هي في هذه المنطقة، لكن مع الأسف دمرت البيئة ودمر الإنسان ودمر المجتمع، وبالنتيجة الآن الظروف وصلت إلى مرحلة أن المواطن بات يواجه مشكلة حقيقية في الحصول على أدنى مقومات الحياة كالهواء النقي والماء الصالح للشرب أو حتى تمرير حياته. نعم. طبعا هذه سياسة ممنهجة يعرفها المواطن. طيب دكتور، وبعد ذلك انتفض. نعم. ضد هذه السياسة. دكتور دعني أنتقل إلى الدكتور صباح. دكتور صباح، هل مسألة الترحيل الممنهج للأحواز للأحوازيين يرتبط بالمحادثات النووية، وهل يرتبط أيضا بتهديد الولايات المتحدة بإسقاط نظام الملالي؟ بمعنى أوضح، أن إيران تريد تغييرا ديموغرافيا في تلك المناطق من أجل الحصول على الولاء المطلق فيما يخص الجبهة الداخلية، هل تعتقد ذلك؟ عزيزي، أنا دعني أولا أعود لبداية سؤالك الأول. نعم. لأحيي الأخوة تفضل في العراق على بيانهم تجمع الميثاق الوطني، والذي ناصروا في بيانهم الأخير انتفاضة الأحوازية. أقول إن هذا ليس غريب على القوى الوطنية في العراق والعراق عامة، يعني مواقف التاريخية مشهودة. لا. بالنسبة لدعم القضية الأحوازية، ولا نستغرب عندما تخرج قوة وطنية تصدر مثل هذا البيان، ونعتبر هذا البيان فاتحة خير ودافع ومحرك للقوى العربية الأخرى للقيام بإصدار بيانات مؤيدة. نعم. للانتفاضة الأحوازية. طيب. كما تفضل أخي الدكتور جعفر أنه المخطط الإيراني ليس جديد، وهذا مخطط وضع في عهد الملكي أيام حكم البهلوي، ولكن هذا الحكم الجديد حكم الملالي أضاف أشياء لم تكن موجودة، يعني أضاف ممارسات عنصرية وطائفية و ممارسات ظالمة لم تكن في عهد الشاه. كان في عهد الشاه رغم أنه كان محتل، ولكن كانت الأحواز تحتل المرتبة الرابعة في البناء وفي الإعمار. الآن في عهد ما يسمى الجمهورية الإسلامية، نعم، الأحواز تحتل المرتبة 17 أو 18، يعني متدنية إلى أبعد حد في الخدمات وفي كل ما يمت لإصلاح المنطقة، بل بالعكس هو منهج تخريبي. نعم. الخلاف الأمريكي الإيراني أو الغربي الإيراني خلاف نحن ننظر إليه أنه خلاف مصطنع، والأحوازيون ينتفضون على يعني طوال السنوات التي مضت وطوال العقود الأربعة لم يتوقف الأحوازيون عن مطالبة بحقوقهم، كما لم يتوقف النظام عن ممارساته الظالمة ومنهجه لتفريس المنطقة ولتهجير أبناء الأحواز. نحن لا نربط قضيتنا بأي عامل خارجي أو بأي خلاف إيراني إقليمي أو دولي، نحن طلاب حق. نعم. وشعبنا لديه حقوق مشروعة وشرعية يطالب بتحقيقها. النظام الإيراني أو دولة الاحتلال الإيراني كل عام ومع كل رئيس جديد تبتكر أساليب جديدة لتهجير الأحواز
عن الأحوازيين عن مناطقهم لإفقار الشعب الأحوازي لزيادة عدد المستوطنين الأعاجم في الأحواز. موضوع المياه جزء من ضمن يعني عوامل عديدة تستخدمها إيران لاضطهاد الشعب الأحوازي ولتهجير الشعب الأحوازي. نعم دكتور. الأحواز نعم دكتور، آسف المقاطعة، ولكن دعني أنتقل إلى دكتور جعفر. دكتور جعفر، لو أتينا على الهتافات، على تحليل الهتافات والشعارات، يعني على سبيل المثال الحصر، من الهتافات التي لفتت الانتباه هي أبناء اللور والعرب أخوة لا يفترقان، في تأكيد من المحتجين على رفض مساعي النظام ومؤيديه على إثارة النعرات القومية والعنصرية في خوزستان، لكن ما هدف النظام في إثارة مثل هذه النعرات في هذا التوقيت تحديداً؟ يعني أصحح هذه المعلومة، الشعار لم يكن هو أن اللور والعرب أخوة، إنما تحدث بهذه الطرق قالوا أن البختياريين والعرب هم أخوة. البختياريين أقلية، وحتى يدعون بأنهم عرقهم هو عربي ويعيشون في شمال إقليم الأحواز في مدينة إيذج وبن سليمان منذ آلاف السنين، وهم حقيقة هم متحدين إلى العرب. أما اللور فهم قومية أخرى من لورستان وقريب عن المركز الإيراني، ويعتبرون تهديد إلى العرب الموجودين في هذه المنطقة، لأن النظام استخدمهم كأدوات تأتي في هذه المنطقة. شريحة كبيرة منهم في الحرس الثوري، شريحة كبيرة في يشغلون أماكن العرب في الشرطة، في المؤسسات الإدارية، وبناء على ذلك هؤلاء يعتبرون حقيقة تهديد أساسي، لأنهم أدوات النظام من خلال استبدالهم بالعرب يسعى جاهدا لأن يحلهم، لأنهم الأقرب ولديهم محافظة فقيرة ليس لديها موارد، وهذا ما يشجعهم بأن ينتقلوا إلى هذه المنطقة. أما النظام فهو حقيقة طيلة هذه الأربعة عقود عمل على تفكيك أي لحمة وطنية أو عاطفية اجتماعية، ليس فقط بين الشعوب وبين القوميات المختلفة، بل حتى في داخل القومية وبين الأسرة، بين الأخ وأخيه، من خلال إشغال الإنسان في أولويات تؤثر على هذه العلاقات. وبالنتيجة الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي العام ولد هذه الثقافة، وكأن الإنسان الذي يعيش حتى جاره لا يعرفه كثيرا وليس له صلات معه، هذه الروح يعني التي نعرفها ونعهدها للأسف تأثرت كثيرا في النهج الذي اتخذه النظام. ولكن في نفس الوقت من ضمن الأدوات التي يستخدمها النظام لضرب الشعوب بعضها ببعض هو هذا المحاولة بأن يستجلب أكرادا يضعهم على سبيل المثال كمديرين وكمؤسسين أو كعاملين وفاعلين في الإقليم العربي. وكذلك العكس، حتى الآن لدينا بعض الإحصاءات أن مدينة المحمرة والتي هي أساسا عربية ولم يكن فيها فارس يوما من الأيام، نسبة السكان غير العرب فيها الآن وغالبيتهم من الأخوة ومن الشعب الكردي تجاوزت أكثر من 38% في هذه المدينة، وأهلهم مجرة. فإذا النظام هو يحاول من خلال خلط ودمج هذه الشعوب والأقليات واستخدام بعضها على البعض من أجل ضربهم ومن أجل إثارة النعرات أن يخلق تناقضات ويلعب على هذه التناقضات ويستفاد من هذه التناقضات. طيب. نعم. وأعتقد أنه نجح لقدر ما في هذا المشوار. طيب دكتور صباح، عطفا على ما تفضل به الدكتور جعفر، على ذكر المحمرة التي كانت يقطنها العرب، ولكن الآن تغيرت ديموغرافيا وأصبح يعني الفرس هم الذين يسكنون هذه المدينة. عطفا على ذلك دكتور صباح، إذا كان التعطيش ممنهج وغايته ترحيل الأحوازيين من مناطقهم، من هي الجهة برأيكم التي ستحل محل العرب الأحوازيين، ومما تخشى السلطات الإيرانية تحديدا؟ كما تفضل أخي الدكتور جعفر، هناك قبائل اللور الأعاجم اللي هم
من الأقاليم أو المحافظات القريبة للأحواز، وهم يعيشون قبائل أغلبها بدوية ورحل، وجاءوا هذولا بكثافة يعني نزلوا لأنهم موالون لإيران، ثانيا متوحشين، ثالثا عندهم بغض وعداء شديد للعرب، فإيران تعتمد عليهم بشكل كبير أن يكونوا هم عامل لحزام حدودي بين الأحواز والعراق ودول الخليج العربي. إيران تريد أن تقطع أي صلة جغرافية بين الأحواز وبين الدول العربية المجاورة، لا تريد أن يكون على هذا الشريط الحدودي سكان عرب، تريد أن تجعل المستوطنين الفرس هم الذين يمسكون بهذه المدن الحدودية كعبادان والمحمرة والحويزة والبسيتين والخفاجية وإلى آخره. إضافة إلى ذلك أنه النفط والمياه هذه هي يعني الثروة الإيرانية التي تعيش عليها إيران، فإيران لا يهمها أن يهجر العرب أو يجوعوا أو يموتوا، المهم تريد أن تضمن أنها هذه الثروة تبقى بيد الأمة الإيرانية أو الدولة الإيرانية. فوجود العرب بالأحواز هو تهديد لهذه الثروة، أنه العرب منذ 100 سنة تقريبا وهم مستمرين بمطالبتهم باستقلالهم وحريتهم، بالتالي إيران إذا فقدت الأحواز فقدت الثروة، فوجود المستوطنين في الأحواز ضامن لبقاء الثورة الثروة النفطية والثروة المائية بيد إيران. طيب دكتور جعفر، سنضع تصريح نجاد وخاتمي تحت المجهر ونحلله بشيء من التفصيل، ولكن دعونا أذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. إذا المشاهدين الكرام، نناقش في هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب، عرب الأحواز ينتفضون ضد التعطيش الممنهج. وجدد الترحيب بضيفي عبر سكايب من كندا الدكتور صباح الموسوي، وعبر سكايب أيضا من لندن الدكتور جعفر الهاشمي. دكتور جعفر، يعني في تصريح لمحمود أحمدي نجاد أيد الاحتجاجات الشعبية المتواصلة، حيث قال، دعني أقرأ لك هنا المقتبس، قال نجاد: لسوء الحظ أصبحت الظروف المعيشية في المحافظة صعبة للغاية، وأيضا طالب المسؤولين في النظام الإيراني بضرورة المبادرة بالتحرك لتحقيق مطالب المحتجين المشروعة، وأيضا طالب بعدم قمع الاحتجاجات بذرائع واهية بحسب تعبيره. دكتور، كيف تابعتم موقف نجاد؟ هل هو فعلا حريص على دماء الأحوازيين؟ أنا أضع هذه التصريحات في إطار أنها كلمة حق أريد بها باطل. أحمد نجات ومنذ أن طرد من السلطة هو يحاول أن يعزز موقفه الشعبي وقواعده الشعبية من خلال هذه التصريحات، ولكن ما حقيقة الأمر؟ هل يوجد هناك من يسأل أحمد نجات ماذا فعل هو في الفترة التي كان يحكم؟ هذا هور العظيم الذي كلنا نعرفه، وهو أكثر من 120 ألف هكتار،
ومعروف في العالم وله مكانته، وكان يغذي العراق وحتى هذه المنطقة بالثروة السمكية والمصادر، مصادر المياه وغيرها، جففت في عهد أحمد نجات، وبالتحديد في عهد قاسمي الذي كان وزيرا للنفط حينما جلبوا الشركات الصينية من أجل استكشاف واستخراج هذا النفط من هذه المنطقة، لأن الاستكشاف حينما يكون على المياه يكلف 5 أضعاف من النفقات التي يكلفها في الحالة الاعتيادية وفي الأراضي البرية. ولذلك جفف هذا المستنقع العظيم والكبير من خلال قطع الأنهار، وبنيت كثير من السدود أيضا في عهد أحمد نجات، من ضمنها سد من بعد أن صرفوا عليه مليارات الدولارات، ثبت بأنه لا يصلح ولا يعمل لأنه تولد خلفه جبلا من الملح، ما يسمى بسد بوتوانت، وهو معروف، بالنتيجة هدرت الأموال وذهبت هباءها. هذه سياسات أحمد نجات في ذلك العصر. أما سياسات خاتمي في فترة الإصلاحات والتي يصفها البعض بأنها البرهة الذهبية في العصر السياسي الحديث، أيضا بخلاف الظاهر فكانت هناك سياسات خبيثة وظريفة ودقيقة مورست بحق هذا الشعب رغم الظاهر المخالف لذلك. نحن نعرف في إحصاءات في عهد خاتمي نسبة الموظفين في الإقليم من العرب لم تتجاوز 4%، رغم أنه هذه الإحصاءات طبعا إحصاءات رسمية وهم استخرجوها. فكثير من السياسات فيما يتعلق في قصب السكر، انتزاع الأراضي من المزارعين، تجريف الأنهار، تلويث البيئة، ومحاولة خلق فضاء لطردها، وحتى سياسة التهجير، نسبة جدا كبيرة من الأتراك القشقائيين إلى الأكراد إلى الفرس من فارس وشيراز وعلى رأسهم من الألوار أو اللور، كلهم دفع بهم ضمن سياسات تشجيعية لهؤلاء، وفي نفس الوقت تضييق الخناق على العرب ليتركوا هذه المنطقة. هؤلاء وغيرهم من يتحدث كشمخاني الآن أو حتى كعبي أو حتى كل الساسة الموجودين في إيران، هم حقيقة يتحدثون من منطلق لي أذرع البعض والصراع على السلطة، وغير صادقين لأنهم كلهم كانوا متورطين في ممارسة هذه السياسة العنصرية تجاه هذا الشعب. دكتور صباح، يعني تصريح محمد خاتمي يقول أن احتجاجات خوزستان محقة، وأشار إلى أنه لا يحق لأي جهاز سياسي أو عسكري أو أمني استخدام العنف والسلاح ضد المحتجين بحجة مكافحة الشغب، انتهى الاقتباس. لكن السؤال هنا، ما مصداقية وقوف التيار الإصلاحي في إيران بجانب المتظاهرين الأحوازيين؟ هل يمكن التعويل في هذه الاحتجاجات على التيار الإصلاحي الذي يتحدث باسمه محمد خاتمي؟ نحن نسأل خاتمي، بال2005 لما انطلقت الانتفاضة الأحوازية بعد اكتشاف وثيقة أبطحي، محمد علي أبطحي كان رئيس مكتب خاتمي، واكتشف الأحوازيين أنه هو موقع على وثيقة عرفت باسمه فيما بعد وثيقة أبطحي يدعو إلى تهجير الأحوازيين. وعندما خرجت الانتفاضة في 2005 قمعها خاتمي أشد القمع، وقتل من الأحوازيين ما لم يقتل في زمن روحاني أو في زمن محمود نجات. خاتمي ونجات وغيرهم هؤلاء يتاجرون، هؤلاء يعني لديهم صراع بين الأجنحة، فكل جناح يستقل أو يستغل حدث في إيران أو مظاهرة أو انتفاضة لدى الشعوب ويحاول أن يركب الموجة. وبالتالي خاتمي فعل بالأحوازيين ما لم يفعله غيره من قتل وإعدامات، وكان هو واضع استراتيجية نقل المياه. حبيب بيطرف وزير الطاقة الإيراني كان هو صاحب بناء السدود، مشروع بناء السدود على
عالي نهر الكارون. هذه الخطة بناءها وعمل عليها وزير الطاقة حبيب بن أبي طرف، وهو وزير في حكومة خاتمي. نعم. فالآن عندما يأتي خاتمي ويحاول أن يزاود، بالتالي هو يحاول أن يصطاد مثل ما يقولون في الماء العكرة، ولكن هذا كلام مكشوف ومواقف يعني عارية بالنسبة لنا، ولن ننخدع بهذه التصريحات. طيب دكتور جعفر، يعني حتى إعداد هذه الحلقة من برنامج حديث العرب، عدد ضحايا الاحتجاجات في إيران وصلت إلى 8 قتلى مع استمرار تظاهرات حاشدة حتى في أول أيام عيد الأضحى المبارك. لكن بماذا تفسر دخول الحرس الثوري الإيراني وهذا الانتشار الكبير من قبل الأجهزة الأمنية القمعية في طهران في مناطق الاحتجاجات؟ ما السبب في دعوة الحرس الثوري الإيراني لكي يتواجد في شوارع الاحتجاجات؟ هو حقيقة الأمر منذ ما يقارب أكثر، يعني منذ عهد أحمدي نجات، والحرس الثوري لا نقول استفرد ولكنما سيطر على حيز كبير من المشهد السياسي والأمني في داخل إيران، وتولى مواجهة وقمع الشارع والتدخل في كل شاردة وواردة. تصور أن الحرس الثوري الآن هو من يتولى معالجة وباء الكورونا. تصور أن الحرس الثوري قبل عامين حينما كانت هناك سيول في المنطقة، قاسم سليماني وإذا لاحظتم ذلك الحين هو الذي تولى إدارة هذا الملف في المنطقة. الحرس الثوري هو صاحب اليد العليا في إيران عموما، وبالنتيجة يتدخل في جميع الأمور، يريد من خلال هذا أن يثبت جدارته بأنه هو صاحب الكلمة العليا وهو الوحيد. وطبعا هو يخشى ويخاف بأنه ربما إذا ترك الأمر إلى الشرطة أو إلى جهات أخرى قد تتعامل في ضمن أطر قانونية أو بشكل يعني مرن مع الشارع. ولذلك الحرس الثوري بهذا الشكل المخيف الذي خلقه من نفسه يريد أن يرهب الشارع، سواء كان في الأحواز أو في طهران أو في أي مكان من بقية الأمكنة، سيما ونحن نعرف من بعد الانتخابات الأخيرة ظهرت هناك أو يؤسس هناك إلى مدرسة حديثة اسمها المدرسة الخراسانية، وهي مدرسة تختلف حتى من تستمد شرعيتها من الحوزة في خراسان بعدما عزفت عن النجف وعزفت عن قم، وتتكون من هيكلية يقودها شخصيات ذات طابع عسكري وعنيف وأمني، على رأسهم قالباف وعلى رأسهم رئيسي، هؤلاء اللذان يحصلان أو يسيطران على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وأيضا إجري هذا القامع المعروف في خططه في الماضي في السلطة القضائية، وكذلك على رأس هؤلاء جميعا هذه المجموعة هو قاآني الذي تضخم حتى أكثر، دوره تضخم أكثر من الحرس الثوري في الداخل الإيراني والخارج الإيراني. بناء على ذلك ليس من الغريب لأن الحرس الثوري هو الذي الآن يتولى الملف الاقتصادي في داخل إيران، هو الذي يتولى الملف السياسي، نسبة جدا كبيرة من قادة الحرس الثوري هم أعضاء في البرلمان، حتى وزارة الاستخبارات هي قزمت لصالح الحرس الثوري، البعد الأمني الآن يلعب فيه الحرس الثوري. فإذا الحرس الثوري لابد أن يأتي ولابد أن يرعب الشارع، رغم أنه أنا لا أتصور بأنه شارع في طهران بعد هذا الضخ القومي العنصري من قبل السلطات في إيران تجعل منه يتحرك من أجل العرب، لأن النظام استطاع أن يغرس هذه العقلية في ذهنه أن العرب والأكراد والبلوش يريدون أن يقسمون إيران، وبالنتيجة سوف يكونون أعداء لك في المستقبل. وهذا عنصر نفسي أيضا يساهم ويساعد في تفسيرنا إلى هذه الانتفاضة العظيمة الكبيرة التي حصلت والتي لم يسبق لها تاريخ في الانتفاضات، كيف بقت وحيدة من بعد أسبوع من الزمان ولم تأتي لا بقية المحافظات التي تعاني من كثير من تلك المشاكل المشتركة مع الأحوازيين. ربما هذا يسعفنا في فهم وتحليل المشهد السياسي فيه. دكتور صباح، يعني اللافت للمتابع بأنه هناك قبول كبير من قبل الشارع الأحوازي للانخراط في هذه الاحتجاجات، لكن
السؤال المطروح دائما، إلى أي مدى ترى أن الحراك الشعبي يمكن أن يوقف القرار الحكومي تجاه العرب الأحوازيين؟ بحسب التجارب السابقة، النظام الإيراني والدولة الإيرانية يعني مصممة على أن تنفذ مشروعها ومخططاتها الاستعمارية في الأحواز. القمع الذي مارسه النظام الإيراني خلال العقود الماضية يعني كان شديد ويزداد شدة مع كل انتفاضة. نعم. وبالتالي هم يعني سيحاولون قمع هذه الانتفاضة بكل ما أوتوا من قوة، كما سبق وأن قمعوا الانتفاضات السابقة، ولكن هذا لا يعجز الأحوازيين ولن يوقفهم. نعم، قد مرحليا تتوقف الانتفاضة، تتوقف المظاهرات، لكن الشعور بحقنا في الاستقلال، حقنا في استعادة حقوقنا المغتصبة وحقوقنا المشروعة يبقى يزداد جيلا بعد جيل. الجيل الحاضر هو يعني أكثر وطنية وأكثر عروبة وأكثر إسلامية من الأجيال السابقة في الواقع. كلما اشتد الظلم وكلما اشتد القهر وكلما اشتد القمع اشتدت عزيمة الأحوازيين وأصرارهم. الجيل الأحوازي الحاضر أصبح جيل أكثر استعدادا للتضحية، وجيل ثوري مشبع بالإيمان المطلق في استعادة حقه ومقارعة الظلم. فالانتفاضة توقفنا مرحليا لكن ستعطينا قوة لمواصلة ثورتنا مستقبلا. طيب. إن شاء الله. دكتور جعفر، نظام طهران اتهم الاحتجاجات بالإرهابية، حيث قالت السلطات القمعية إن حركة الأحواز الإرهابية، طبعا بحسب وصفهم، بحسب ادعائهم، وهم يدعون زورا وكذبا، يقولون هذه السلطات القمعية تقول إن حركة الأحواز انضمت إلى التظاهرات وبالتالي قاموا برفع العلم الخاص بهم. لكن إلى أي مدى تريد إيران شيطنة التظاهرات الشعبية؟ حتى نكون منصفين، وأنا متابع، كنت متابعا جيدا لتصريحات الإيرانيين، يعني ربما الفضاء للصراعات وبعد هزيمة الإصلاحيين أو المعتدلين وطردهم، وهناك مناخ جديد وفضاء جديد فيه عنصر الاستفراد والاستبداد يحكم للتخلي عن جيل كل الذين شاركوا في السلطة وأوصلوا النظام الإيراني لهذا المستوى، كآل لاريجاني وأيضا آل رفسنجاني وغيرهم من هذه الأسر المشاركة في الثورة وبناء الدولة الحديثة في إيران. هناك نحن أمام مرحلة استفراد واستبداد غير مسبوقة طيلة 42 عام. هذا خلق فضاء بأن الجميع يتحدث. أنا أستطيع أن أقول بأن نسبة جدا كبيرة من الساسة والمفكرين والفنانين والشعراء وغيرهم قروا بسلمية وأحقانية هذه الاحتجاجات، لكن المشكلة بما أن النظام ليس له حلول وعاجز عن تقديم الحلول، ويعرف أن موضوع المياه هو قمة الجبل، هو يدرك ماذا فعل في هذا الشعب، هو يدرك السياسات الخبيثة التي حاول من خلالها أن يحطم ويهشم البنية النفسية الاجتماعية في داخل هذا المجتمع، ويعرف هذه السياسات، ولذلك يعرف بأن المشكلة لا تنتهي في قضية المياه. من هذا المنطلق هو يريد أن يعالجها دائما كديدنه بعلاجات أمنية، ويريد أن يوفر هذا المناخ دائما هكذا يعمل، بأن هؤلاء مرتزقة، هؤلاء مثيري للشغب، هؤلاء ينتمون إلى عملاء تحركهم أيادي خارجية. لكننا لننظر إلى بداية الاحتجاجات، هذه الاحتجاجات تميزت وتمايزت حتى عن احتجاجات عامة إيران بسلميتها.
بشعاراتها بجيلها الذي انخرط فيه ولم تكن تجر إلى العنف أبدا على ولم ترفع حتى شعارات سياسية كانت مطالباتها محقة تحاول من خلال طرح مطالباتها أن تقنع النظام وتقنع المعارضة والدولة الإيرانية والعالم بأنها أوشكت أن تموت من العطش من الجوع أوشكت أن تختنق في ظل هذا الفضاء الملوث الذي لوثته السلطة. طيب هذا هو الخطاب الذي حمله الشارع العربي، لكن تبقى هذه المحاولات. البيان الذي أصدره المدعي العام بالأمس هو جاء في هذا السياق، يريدون أن يعالجوا هذه القضية بأساليب أمنية، وبذلك يهيئون هذه التهم التي عهدناها دائما وكانت وسمعنا الكثير منها. كم من أبناء الأحواز والأكراد السنة والبلوش أعدموا تحت يافطة الأرهاب بينما هم كانوا ضد الإرهاب، وكم من الناس الذين أنا أعرفهم ووقفت بالمحكمة ودافعت عنهم ناس ملحدين ليس لهم دين وكانوا يتهمونهم بأنهم موحدين وأنهم تابعين إلى داعش. لكنما الشارع الإيراني أكثر مني ومن الجميع هو يعرف بأنه هذه أسطوانة مشروخة ليس لها أي قيمة سياسية وشرعية. طيب دكتور صباح، السلطات الإيرانية اعتقلت ناشطين تجمعوا أمام وزارة الداخلية في طهران، وذلك من أجل دعم الأحواز بحسب ما ذكر موقع إيران انترناشنال المعارض. لكن هل تعتقد أن نظام الملالي سيعيد الكرة ويقوم بإجهاض هذه الاحتجاجات كما فعل عام 2019، أم ترى أن الأمر مختلف هذه المرة نوعا ما؟ بالنسبة لخروج مجموعة في طهران عبرت عن تعاطفها أو دعمها للانتفاضة في الأحواز، شاهدنا هذا، ولكن كان حدث يعني صغير في الواقع. لأن النظام الإيراني يدغدغ مشاعر القومية والعنصرية والطائفية عند الشعب الفارسي ويخوفهم من ما يحدث سواء في الأحواز أو عند الأكراد أو عند الشعوب الأخرى كالبلوش والتركمان، دائما يعزف على النوتة هذه القومية العنصرية والشعوبية. موضوع الانتفاضة في إيران عامة هي في بوادر على أن هناك انتفاضة ستنطلق. الآن هناك 3 أسابيع مرت على الإضرابات العمالية في المؤسسات النفطية، ولأول مرة تستمر هذه الإضرابات المؤيدة من عدة نقابات عمالية ومهنية ومن نقابة الفنانين حتى والباقي النقابات الأخرى. وحتى عوائل الذين أعدموا في إيران عبروا عن دعمهم لهذه الإضرابات في مصافي النفط وفي شركات البتروكيماويات وإلى آخره. فهناك بوادر لانتفاضة شعبية كبيرة في إيران، وإذا حصلت ستكون يعني منطلق أو بوابة إسقاط النظام، وسيكون النظام عاجز عن وقفها لأنها ستكون يعني قنبلة حقيقية. النظام الإيراني استنفذ كل طاقاته في مواجهة الشعوب. النظام الإيراني لا يملك قاعدة شعبية، هو يحكم بالحديد والنار، لا يوجد في خارج إيران في المجتمع الدولي والإقليمي من قادر أن يساند هذا النظام. كل الأنظمة والجماعات اللي هي مؤيدة لإيران جماعات وأنظمة مهترية. ماذا يمكن أن يقدم النظام السوري لإيران؟ ماذا يمكن أن تقدم الحكومة العراقية الفاشلة لنظام مثل إيران؟ ما سوى أن هناك ميليشيات مسلحة طائفية يمكن أن يستنجد بها النظام الإيراني لضرب الانتفاضة، وإذا استنجد بحزب الله أو
ميليشيات هادي العامري أو قيس الخزعلي، فهذا سيثير غضب الإيرانيين أكثر وسيقومون أكثر. حتى اللي كان ساكن وقاعد في بيته عندما يشاهد هذه الميليشيات تأتي إلى إيران لتقمع الانتفاضة سيتعاطف مع الانتفاضة ويثور ضد النظام الإيراني. طيب. الانتفاضة قادمة وما هي إلا أيام أو مسألة وقت، وسنشهد انتفاضة إيرانية بإذن الله ستطيح بهذا النظام القمعي. دكتور جعفر، بدقيقتين لو سمحتم، هل تعتقد أن الحراك الشعبي الذي تشهده إيران باستطاعته على أن يسقط نظام الملالي في طهران، أم أن الحديث مبكر عن هذه الخطوة؟ أنا أتصور هو النظام ذاهب إلى الهاوية بهذه السياسات، بهذا الاستفراد، بهذا الاستبداد، بهذه الردة حتى عن أعمدة النظام. هذا الشرخ الكبير، ونحن نلاحظ الآن أحمد نجات في كل يوم ويفضح النظام وحتى البقية لننتظر حين مجيء رئيسي. وطبعا موضوع هناك تهيئة الأجواء أن يخلف خامنائي ابنه مجتبى، ومن هذا المنطلق الناس في إيران، الشارع الإيراني هو يناضل منذ أكثر من قرن من أجل تعزيز قيم الديمقراطية والعدل الاجتماعي، ودفع ثمنا باهظا قد لم يدفعه أي شعب مجاور في المنطقة. فلا يمكن حقيقة أن يفرط ويبقى خانعا لهذا النظام. أنا بتصوري كما تفضل الأستاذ الأخ الدكتور صباح، الظروف الموضوعية مهيئة، لكن هناك مشكلتان. المشكلة الأولى الدعم الغربي، للأسف كثير من الأنظمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يسقط هذا النظام لأنها منتفعة به. والموضوع الثاني، نحن أمام نظام دموي لديه مقصلة رئيسي أكثر دموية. دكتور رئيسي، نعم أكثر دموية، نعم. رئيسي ومرغم على هذه الدموية، وسوف يذهب إلى مواجهة البيت الإيراني، بيت النظام، سوف يقنع هؤلاء، وهذا يولد شرخا وتصدعا كبيرا في الطبقة الحاكمة في النظام الإيراني، ويمهد إلى ثورة عارمة في إيران قد نشأ، ناهيك عن الأسباب الاقتصادية والوضع المزري والظلم والاستبداد. بعد ذلك سوف نفهم ماذا كان يجري في إيران. أنا أعتقد الآن نحن قاصرون عن تحليل الأسباب الحقيقية وأثارها السلبية. دكتور صباح، بدقيقتين لو سمحتم، يعني منذ عام 1979 42 سنة على حكم الملالي في طهران، لكن هل باستطاعة الأحوازيين أن يبيدوا هذه الطغمة الفاسدة؟ الأحوازيون لا يسعون، يعني حتى نكون واقعيين، نعم. ليس مسألة أحوازيين بالدرجة الأولى إسقاط النظام. نحن شاركنا في إسقاط النظام الشاه، والنتيجة طلع لنا هذا النظام الأكثر دموية، نعم. هو نظام العمائم. طيب. لكن الأحوازيون يريدون إسقاط هذا النظام بالمشاركة مع الشعوب الأخرى المضطهدة، مع ضمان أن لا يحدث الأمر مرة أخرى كما حدث بعد سقوط الشاه. نحن مستمرون في ثورتنا وفي انتفاضتنا لتحقيق مطالبنا المشروعة لإعادة أرضنا المغتصبة، للمطالبة بحرية شعبنا المسلوب حقه، الحقوق هذه اللي الآن وصلت حتى الماي، سلبوا من عندنا الماء، يعني سلبوا من عندنا عامل الحياة. فالآن التركيز على أن نبقى أحياء مع العمل على مكافحة الظلم. إسقاط النظام أمر واجب، أمر ضروري، ولكن أيضا هناك مسائل أخرى، أنه هو كيف نضمن أن النظام الذي سيأتي لا يكون أشد وبالا علينا كهذا النظام وما قبله. نعم دكتور صباح، أنا يعني أشكر
ضيوفي عبر سكايب لأنهم منحونا جزءا من وقتهم في هذا اللقاء. في نهاية هذا اللقاء أشكر من كندا رئيس المؤسسة الأحوازية للثقافة والإعلام الدكتور صباح الموسوي، كما أتقدم بوافر الشكر الجزيل إلى الأكاديمي والباحث في شؤون الشرق الأوسط الدكتور جعفر الهاشمي، حدثنا من لندن عبر سكايب. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.